خمس دقايق. قال رايح يجيب غيس. شو قل له؟ ما وقت لحتى ناكل الكنافة. طيب ماشي، خمس دقايق بس. لقيته لقيته، يا أما تعال مشان تلم الجسس. خلص قلت لك لقيته. هذا اللي كان ناقصني، صبرني يا ربي. هلا وقتها. تفضل اخي. انا مدير قسم الامن نجيب يلمز، انا محتاج للموتور تبعك، فيني اخده منك؟ ايه طبعا. هاي السيارة اللي وفيها المفاتيح، بلاقيك بعدين. شو يعني انت طول عمرك بتشتغل بحفر القبور مثلا؟ مزبوط. كيف عرفت؟ لانه شكلك ما بيفرجي غير هيك. لا تحكي كتير. وهي أكلت كنافة من أحسن محل بالمنطقة. يخرب بيتها شو طيبة. إيه بهجان، مو كأنه صار الوقت من زمان. إذا بتحب أنت نفس سيدي. حلو كتير المعرض. يلا يا شباب حضروا حالكم، صار الوقت لنمشي. بس شوي تاني يا أنسي، بس شوي. خير سيدي، شو عم تعمل هون؟ ليش ما عم ترد على موبايلك يا غيس؟ شو لسه حضرة الضابط، في مشكلة شي؟ في مشكلة كتير كبيرة كمان، حاطين قنبلة. قنبلة شو سيدي؟ فهمني شو القصة؟ هدول هني. اي لقيت غيس؟ تأخرت كتير. لا تعملها، لا تأذوا الناس الأبرياء. إذا في إلكن معنا حساب تعاول عنا. اسمع حضرة المدير، Thank you.
صار انفجار، صار انفجار، كدوا اركضوا، يلا يلا اركضوا، يلا مشوا، سرعة اطلبوا الاسعاف، خبروا الاسعاف، يلا استعجلوا، يلا بسرعة. سيدي شوفي شو قصة القنبلة. حضرة الضابط انت منيح؟ الظاهر التهينا بالأكل كتير. يا الله شو صار؟ نسينا الصينية. عادي من رجع بعدين. غيس مو معنا، شو نعمل هلأ؟ قنبلة تانية، هاي المرة بالحضانة اللي فيها ابن غيس. فكرة منيحة، بس يجي قصي ورجاله ورح يتخربط الوضع. انت جماعتك جاهزين؟ طبعا، كمان شوي بروح لعندهم وبحكي لهم شو رح يعملوا. نحن عملنا اللي علينا وزيادة، هلأ بقي هن يتفقوا مع بعضهم، يا أما ما يتفقوا أبدا. ارجعوا لو سمحتوا، ارجعوا. حضرة الشرطي اسمح لي، لازم نعرف معلومات عن اللي صار. لو سمحت بس ثانية، بس شوي. ارجعوا لا تعجلونا، ارجعوا لو سمحتوا. جرحه خطير، جيبوا الإسعاف بسرعة بسرعة. رجلي يا دكتور. صور صور، استعجلوا، يلا مد رجلك مدة، يلا شوي، اهدوا اهدوا، ما في شيء، خلاص يلا بسرعة، الله يخليكم. ركز معي منيح، أمك عم تصور مثل ما عم قلك. أعزائي المشاهدين، صار انفجار كتير كبير بصالة العرض اللي شايفينها ورايي من دقيقتين بس. اجتنا معلومات انه ماتت 8 طلاب من طلاب الثانوية اللي كانوا جوا، طبعا وفي كتير من باقي الطلاب جرحى، وحسب المعلومات التنظيم الانفصالي هو اللي ارتكبها. ماتت بنتي، اتركوني ماتت بس شوي لو سمحت. بسرعة على الإسعاف، بنتي ماتت، جيبوا الآلة تاني، ارجعوا لورا، يلا بسرعة. يلعن الانفصاليين، يلعن الانفصاليين، الموت بالعدالة الدولة، الله يلعن الانفصاليين، الموت بالعدالة الدولة. أعزائي المشاهدين، مثل ما انكم شايفين صار في ردة فعل من المواطنين اللي اجوا ليشوفوا الحدث، والأحداث كل ما لها عم تتطور. بكهاس قدر ينجح بالعملية سيدي. مرحبا يا جماعة. أهلا بكهاس. سيدي أخيراً رجعت لنا بالسلامة. يعني معقول ما يرجع؟ أنتوا رفعتوا له معنوياته كتير، حتى الميت بيعيش من هالخبر. مبروك نجاحك بكهاس. برافو عليك. نحن هلأ ساوينا اللي علينا، صار دورك أنت، راح تكون ضيف بالتلفزيون بعد ساعتين، بدنا اياك تكمل هالنجاح، استغل هاي الفرصة منيح. قوي الكف منيح على الحكومة، قول هاي حرب أهلية، خود راحتك بالحكي. ما هذا أصلا شغلي، خلاص خليها علي. هالأحداث راح تربحنا كتير شغلات سيدي. اكتشفوا القنبلة اللي حطيناها بالمتحف تحت البحر، أما هاي ما راح يلوها. راح نجيب لك راسه لغيس، وبعدين راح نخلي كل الشعب يصور ضد الأكراد، وقصة الانفتاح راح تصير بالماضي. اشربوا يا شباب، اهدوا، ارجعوا لورا، اشربوا هذا اللي تريدوا يا شباب، ارجعوا يا شباب، بعدوا من هون ما بيصير. الشرطة لا برا، الشرطة يلا يا شباب ارجعوا، اكتبوا لا تندوا ايدكم على شيء، حطوا كل شيء بالاكياس ماشي. الشرطة لا برا، الشرطة لا برا، الشرطة لا برا، الشرطة لا برا، الشرطة لا برا. يا شباب لو سمحتوا، لو سمحتوا يا شباب، لو سمحتوا لا برا، لو سمحتوا لا برا، الشرطة لا برا، يا شباب لو سمحتوا.
اهدوا شوي. الشرطة لا برا. اهلا وسهلا فيكم يا سادة. الشرطة اهلا وسهلا فيكم. الشرطة لا برا. ليش ما شربتوا شاي وقهوة وبعدين اجيتوا؟ الشرطة نحن لسه فينا مستناكم اكثر. لا برا. انتم ما تعرفوا شغلكم. هدول الناس قدروا انهم يقتلوا اولادنا هون. نحن اللي عملنا الشعر برواتبكم. يا شباب لو سمحتوا اهدوا شوي. كيف بدك ايانا نهدى؟ لا برا. شوفوا اللي صار. لا برا. شو نحن بالبرية يعني؟ يا اخي في مخفر الدامون. الشرطة نايمة. وبعدين معك خلاص. خلاص ولك خلاص. اهدى شوي يا غيس. اتركوا علي يمك. اصلا هدول في حدا بعتهم. اذا بتريدوا افتروا لو سمحتوا. الشرطة لبرا. شرطة لبرا. شرطة لبرا. شرطة لبرا. شرطة لبرا. لو سمحتوا اهدوا. قتلت الدولة. قنبلة كتير قوية سيدي. استعملها التنظيم الارهابي. فجرينا بتحكم عن بعد. والجرحى. في ثلاث اشخاص خطر. اخذوهم عن المستشفى. في حدا شاف أو سمع شيء؟ لا سيدي، أنا بتوقع إنه حاطينا من قبل. فجروها بجهاز تحكم عن بعد. طيب كمل شغلك أنت هلا. ماشي سيدي. الشرطة. لو سمحت يا أخي رجع لورا. حاشي تبكي خلص. خلص يا حبيبتي حاشي تبكي. كيف ما بدي أبكي؟ كنت أنا برا. فجأة صار الانفجار. أعز رفيقة لإلي كانت جوا وماتت. الشرطة لبرا. الباقي بحياتي. كل هالشغلات صارت بسببي سيدي. شو دخلك انت يا غيس؟ هدول مجرمين بكل الاحوال كانوا رح يفجروها. واضح انه كان عندهم خطة تانية. بس هني كان بدهم ياني الي. هدول عم يستعملوك كطعم بس مو اكتر. ما بصير نسمح لهم انه يخدعونا. الموت لقتلة الدولة. الموت لقتلة الدولة. الموت لقتلة الدولة. الموت لقتلة الدولة. بس خليني صور. الموت لقتلة الدولة. الموت لقتلة الدولة. سيدي الحمد لله على السلامة. شكرا لك. اول ما سمعت اجيت. تنظيم الانفصالي مرتكب العملية عندكم علم؟ ايه خبرونا بهيك شيء. شوف هنيك الناس كلها قامت. هلأ ردة الفعل زادت كتير. ان شاء الله بس ما يصير مشاكل بين الناس وبالشوارع. هدول الناس ما فيهم ضمير بدرجة مو طبيعية. فينا نقول أذكياء كمان. يمكن إذا لقوني ما كانوا فجروا القنبلة. كل هدول الناس الأبرياء. شوف هالمنظر سيدي. معقول يكونوا متوحشين لهي الدرجة؟ معقول يكون ما في عندهم ضمير لهي الدرجة؟ معقول؟ يا أخي إذا ما كنتوا قدرانين تحموا الناس نحن نحميهم. كنتوا رجعوا على بيوتكم. ولك روحوا ناموا. شهادة ما بيموتوا والوطن ما بينقسم. شهادة ما بيموتوا والوطن ما بينقسم. شهادة ما بيموتوا والوطن ما بينقسم. الأخوان بجمعية دجلة الثقافي. الجمعية دجلة الثقافي وداك مكان الانفصاليين. هاي اجت الفرصة لعند رجلينا. امشوا يا شباب. اسمعوني منيح. شو مفكرين حالكم عم تعملوا؟ شو رح نعمل؟ إذا أنتم ناويين تعاقبون نحن منعاقبون. نحن رح نحاسبون. خليكم بالمكان اللي أنتم فيه. في شرطة لهي الدولة وفي إلى مدعي عام. أنتم مين لحتى تحاسبوا الناس؟ نحن شفنا الشرطة. ما عندهم علم عن القنبلة اللي انفجرت قدامهم. امشوا معي شباب. امشوا. الشهداء ما بيموتوا والوطن ما بينقسم. روحوا خليكم وراء. هدول نيتهم عطلة. حاضر سيدي. يلا. شهادة ما بيموتوا والوطن ما بينقسم. شهادة ما بيموتوا والوطن ما بينقسم. ليك هالمرة بدنا نخسرهم. ها معلم، قال ناديت لي قلي في شيء. الوضع تخربط. الدولة عم تحط القنابل هون وهون وعم يحطوها براس الأكراد. انتبهوا. لا تخلوهم يعملوا هيك. شو الدولة ما عندها غيرنا تشتغل فينا؟ ها نحن محتاجين لعساكرك الصغار. إذا دخلت الشرطة بتكون تقاوموهم. أعطيهم حجار وعصي. بتكون تقوموا مثل الرجال. هذا مكانكم. لا تخلوا حدا يقرب. كلنا تحت أمرك معلم. ولا يهمك. آه. وبتوزع هدول على الشباب. وهي إلك أنت. مشان أتعابك بس لا تفهمني غلط. لأني ما رح كون هون. ماشي. والقيادة كلها عندك. لا تنسى. لا تقلق يا معلم. ما حدا رح يفوت لهون. يلا نشوف.
شباب رجعوا. رجعوا. ألو نعم. عجبك المنظر ما هيك؟ بكحس. ما كنت بدي إياك تزعل مني. لو جيت بالوقت المناسب ما كان حدا رح ينخدش أبدا. رح خليك تندم يا بكحس. ورح أضل وراك. لا تفكر إنك رح تنفذ من كل هالعمائل. نهايتك رح تكون على إيدي أنا. عاجلا أو آجلا رح تكون إلي يا بكحس. رح تكون بإيدي. خليني ذكرك إنك مانك بوضع يسمح لك إنك تهددني. اسمعني هلا. إذا ما إجيت وسلمت حالك برجليك مثل الشاطر رح خليك تشوف منظر أسوأ بكتير من هالمنظر اللي عم تشوفه هلأ. احكي وينك أنت؟ رح أجي، بس خبرني وينك. لا تخاف بجي لحالي. رح أتصل فيك وخبرك بعدين. شو عم بيقول بكهس؟ خلينا نروح ثابت، بحكي لك على الطريق. فهمت عليك. جاهزة؟ لا تقلق، وكل شيء مثل ما خططنا له. هاد اللي بإيدي رح يحول المكان كله لرماد، وطبعاً مع الأولاد اللي جواته. أنت بتعرفي الحضانة تبع أتينا؟ ابن غيس كمان هنيك، رح تاخدي هدول لهنيك. يعني رح وصل هدية لغيس. إذا قلتي هيك ما حدا رح يشك فيكي. ماشي، أنا رايحة لكان. مع السلامة. غيس وفاتح سوا، سلالة ميرت إيفان رح تنتهي على الأخير هيك. اسمعوا منيح ولا تنسوا، كل واحد فيكن بيقدر يكون بطل. سكروا الحزب تبعنا وهلأ بدهم يقلعونا من هون، يا أما بدهم يحبسونا أو بدهم يقتلونا. هلأ وقت المقاومة. يلا لشوف، خليني شوفكن. لا تخلوا الشرطة تقرب من الحارة. ماشي ماشي. برافو عليك، خود انت ولك خود. خود ولا هلأ بضربك. ها أنا ما برمي الحجر على الشرطة، أمي هيك بتزعل مني. شو دخل أمك؟ لا تكون خايف منها. لا ليش حتى خاف يعني؟ اسمعي معناتها يلا خود هدول المصاري. خود تعال هون لشوف شو اللي خلاك تفوت بهيك شغلات. خليت عائلتنا تتبهدل، ما كفاك أم تورطت الولد الصغير؟ شو عم تقولي أمي؟ ما راح أسمح لك إنك تخربه، ما راح أخليه يطلع مثلك. كل اللي عم يصير معنا بسبب الجمنة اللي مثلك. يلا امشوا، يلا خلينا نفرجيهم قوتنا. يلا امشوا نروح، رح نفرجيهم، رح نفرجيهم مين نحن. يلا يلا اسمعي، الفوت على البيت، اوعك تسمع كلمة اخوك. ماشي امي، انتي روحي، بدي العب شوي بس وجاي. ماشي لا تتاخر. ماشي يلا يا اولاد شيلوا الحجاب، يلا نروح، ما حدا رح يقرب. أخي 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 استناني أخي. ضحك على أمه وجا معنا. استنوا. إيه والله ليكو جاي. ركض كمان. شو صار؟ أنا كمان جاي، أعطيني المصاري. هلأ رجع لك عالك ما هيك؟ بدي جيب دواء لأمي فيهم. رح ترمي على الشرطة حجارة؟ إيه رح أرمي عليهم. هيك ها؟ خود لشوف. برافو عليك يا بطل. ضروري تعاند؟ تعال. الشهداء ما بيموتوا والوطن ما بينقسم، الشهداء ما بيموتوا والوطن ما بينقسم، الشهداء ما بيموتوا والوطن ما بينقسم، الشهداء ما بيموتوا. استنوا لوين رايحين انتوا؟ بس ضلينوا هيك بنضطر ان نحطهم بالسجن. يلا يا شباب، ما بيصير هيك يا شباب. شو عم تعملوا يا شباب؟ رح نقبلكم اخر مره يا شباب، لا تخلونا نضطر نحطهم بالسجن. ارجعوا على الانفصاليين، لا تطلعوا عليهم على الانفصاليين يا شباب. والله يرجع على الانفصاليين. تبو لوين رايحين الرجال؟ رايحين يداهموا الجمعيه سيدي، الظاهر في جمعيه هون خاصه بالاكراد سيدي. فهمت عليك، شامم ريحه عمليه تصعيد بالجو.
اطلبوا الدعم فورا لهنيك ونحن جايين كمان لعندكم. اوه سيدي مو معقول الشي اللي صار. امشي ممدوح رح نروح يلا. لوين؟ الناس عم تتقتل مع بعضها يا ممدوح لازم نروح. بشار اطلبوا القوات الداخلية خليهم يبعثوا أكبر عدد ممكن من القوات لهون يلا. أمرك سيدي. سيدي أنا مسكت زلمة بالمعمل هنيك عم يستناك مشان الاستجواب. هذا منشوفه بعدين يلا. تفضلوا. مرحبا سيد غيث، بعت هدول معنا هدايا للولاد، بعتها لأنه مرته توفيت، بتعرفي هالشي أكيد. مزبوط زعلنا كتير عليها، البقية بحياتكم الله يرحمها. إذا قبلتوا هاي الهدايا على ذكراها سيد غيث رح ينبسط كتير. لا ولو سيد غيث كريم كتير. تفضلوا. شو هذا اللون؟ عطيني هذا. يا ولاد شوفوا السيد غيث بعت لكم ألعاب جديدة وحلوة. يا سلام ما أحلاهم. استنوا الكل رح ياخد، في للكل ألعاب، تفضلوا يا حلوين. هذا فاتح ابنه للسيد غيث. شو عم تعمل حبيبي؟ خد لشوف أبوك بعت لك هاي. يلا يا حلوين. عن جد شكراً كتير. الأولاد أهم شي بالدنيا. نحن بدنا نستأذن منكم. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية، إذنكم معكم. وصلي للسيد غيث سلاماتنا لو سمحتي. سيد بكهاس الهدايا صاروا جوا. طبعا بطاريات الألعاب شغالة. فيك تروح انت، انا رح ابقى عم بستنى خبر من بكهاس. ماشي. الله يلعن الانفصاليين. الله يلعن الانفصاليين. شو عم بصير؟ فاشين جايين. وسيم 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 فاشين جايين تعال. الله يلعن الانفصاليين. استنى وسيم. الله يلعن الانفصاليين. شو هاد؟ ترد عليهم الازرع مسووها. بدك ياني ضل واقف؟ وقف وسيم لحظة ما بصير. يا شباب اركضوا، شباب اركضوا. الله يلعن الفاشين. شو هاد؟ شو عم تقول؟ استنوا تعالوا لهون يا شباب. اضربوا اضربوا يا شباب. اقتلوا كل واحد كل في هون. وسيم خلينا نفرش يوني مزار. اتركوا يا حيوانات. أحي وسيم اضربوا يا شباب. يلا يلا اضربوهن. اضربوهن اضربوهن خلوهن يفوتوا. اضربوهن يلا اضربوهن. يلا اضربوهن. لك الله يلعن الموت للفاشيين. اضربوه اضربوه. لا ترحموا الموت للفاشيين. اضربوه لا ترحموا. اضربوهن. لا تكفي وسيم. لا ترحموهن. وينك وسيم؟ اضربوه اضربوه اضربوه. الجماعة اجوا لهون وهاجمين على كراد سيدي، وهلا الناس عم بيهاجمونا. لا ترحموا حدا بوب. الله يلعن الفاشين. الله يلعن الفاشين.
رزالة، شوفوا هالمنظر هاد، رزالة. القنابل بتنفجر، بيموت متهمين، والمواطنين كمان عم يتقاتلوا مع بعضهم. الدولة عم تتقسم، عم تتقسم، واضح انها انقسمت. والله شيء ما بيتصدق، والشرطة عم تتفرج، ما في وراها شيء. طيب برأي حضرتك تنظيم الإرهابي شو بيقصد بهذا التفجير؟ شو بده يكون عم يقصد؟ يعني بده يوصل لنا رسالة انه صار بيقدر يتحرك جوات المدينة. عم يعلنوا تحدي للجمهورية التركية الكبيرة بهالطريقة. هذا تحدي، هي عم قلكن، إذا ما راحت هالحكومة وما أجا الجيش بدالها، فهذا الوضع ما رح ينحل أبدا. عن إذنك سيدي. غيس، هذا أنا صديقك العزيز بكهاس. ولك تضرب منك لصداقتك السخيفة. بدك تكون بكراج الشاحنات خلال ساعة واحدة. إذا كان في شخص واحد غيرك هنيك رح تتحمل أنت النتائج، لأنه تفجير هالمرة رح يكون أصعب بكتير. طيب من وين بدي أعرف أنك ما رح تفجر القنبلة؟ بكفي مجزرة واحدة اليوم، أنا اليوم بدي إياك أنت بس، بدي إياك تتعاقب على اللي عملته بفيثاغورس. بعد ساعة بشوفك. شو عم بيقول بكهاس؟ صف على اليمين. شو؟ صف على اليمين عم قلك. يلا نزيل. شو عم بيصير؟ ما في شيء. شو عم تعمل يا غيس؟ طالما بده ياني لحالي لازم روح لحالي. لا تخبص، انت بتعرف انه هذا كمين. بس انا حياتي ما انا اهم من حياة كتير ناس ابرياء رح يموتوا. انت هلأ رح تموت وتخلص 10 اشخاص، وبعدين؟ وبعدين شو رح يصير؟ في كتير ناس، في ميات والوف رح يموتوا. بيجي غير كتير، لا تخاف. وانت كمان بتكفي وبتوفي، والمدير نجيب موجود. غيس فكني. غيس، كل شيء صار بسببي أنا، عم تفهمني؟ كل هدول الناس ماتوا بسببي أنا. لا تخبص يا غيس، شو دخلك أنت؟ هدول مجرمين، هدول ظالمين، وما رح يوقفوا. يلا فك هالكلبشات. أنا آسف بس لازم أروح، لازم أستغل هالفرصة، بلكي وفاتي أنا ممكن تنقذ كتير ناس من الموت. غيس، غيس، هذا كمين. اضربوها يا شباب، اضربوها بالحجار، اضربوها بالحجار يا شباب، بدنا نقتلهم كلهم. اقتلوهم، لا تخلوهم يهربوا. اضربوهم، اضربوهم، لا تتركوهم. اضربوهم، كسروهم رأسهم. لا تضربوهم كلهم. الله يلعن الفاشيين. وقفوا. لك ليش ما عم توقفون لهون؟ انا هون. عم يرمونا بالحجر ما نكون شايفين. انتوا كمان اضربوها من الحجارة يا شباب. يلا هربوا، هربوا من هون. الحجارة يا شباب، هربوا من الحجارة يا شباب. خلينا نضربوها كمان. خلونا انفصاليين. هربوا يا شباب، اتمدوا شوي. عم يرموا الحجارة، اتمدوا. اضربوهم، يلا. الله يلعن قتله، الله يلعن قتله، الله يلعن قتله، الله يلعن قتله، الله يلعنون. ما كنتوا شايفين عم يضربونا؟ الله يلعن قتله. اربوا الحجارة، اربوا يا شرطة. ما كنتوا شايفين؟ ليش ما عم تقتلوا هدول عم يرمونا بالحجار؟ انتوا كمان ارمونا يا شباب. الله يلعن الفاشيين. اسماعيل، شو بحكوا لك؟ ليش ما عم تضربوا بالحجارة؟ اضربوا. قال لي اهدى اذا بتريدوا، يا اما رح نضطر نتدخل لنحل الوضع. الله يلعن الفاشيين، الله يلعن الفاشيين. لا تتركوا الارض للانفصاليين. يوسف انتبه، دير بالك قد ما فيك تصور، صور بس لا تقرب كثير. ماشي ماشي رنا. يوسف ارجع شوي لورا، ارجع. الله يلعن الفاشيين. لا تعملوا هيك يا شباب، ارميهم بالحجر. يلا يا شباب، الله يلعن
يا شباب يا شباب اهدوا اذا بتريدوا. ممدوح وين صارت قوات تعب؟ على الطريق سيدي على الطريق. ماشي انتبهوا منيح. يلا يا شباب لو تسمعونا شوي. سيدي انت منيح؟ منيح ما في شيء. يلا يا شباب روحوا طولوا المكان. الله يلعن الانفصاليين. الله يلعن الانفصاليين. الله يلعن الانفصاليين. اسماعيل اسماعيل ابني وين انت؟ ابني تعا شوي. شو عم بيصير؟ ليش الكل عم يركضوا هيك؟ الناس كلها عم تتقاتل يا خالتي. الشرطة عم تضرب جماعتنا. وسيم واسماعيل؟ اسماعيل ووسيم موجودين هنيك. دخيلك يا ربي تتلطف فينا. دخيلك يا ربي احمي ولادي. لك الله يسامحك يا وسيم على اللي عم تعمله يا ربي. يلا وسيم انا بدي روح. خد مصاري. ما بدي اضرب حدا. لك وين بدك تروح؟ باقي اضرب ناس النزع. يلا اسماعيل يلا. الله يلعن الانفصاليين. الله يلعن الانفصاليين. خلينا ندير الوضع هون يا شباب. خلص ما عاد بدي اضرب حدا. خذ مصاري. انت شو عم تقول؟ حجر يلا ارمي يلا. اسماعيل اسماعيل سركور سركور بسرعه يا شباب. بسرعه بسرعه. شو عملت انت يا اخي؟ شو عملت؟ شو عملت؟ قتل الولد الصغير. انتفس. ما حد بدنا كراد عايشين. شو رح نعمل هلا؟ لا تخلوا حدا يمسككم. اهربوا بسرعه. بنحكي بعدين. يلا يا شباب بعدوا الاعلام بسرعه. امرك سيدي. يا شباب لو سمحتوا. انت خليك عم بتصور. لو سمحت فضوا المكان. لو المكان لو سمحتوا يا شباب. عمو انا ما ضربت حدا. هني اللي جبروني. لك اطلبوا الاسعاف بسرعه. امرك سيدي. يلا بسرعه اطلبوا الاسعاف. شو اسمك انت؟ اسماعيل. طيب تحمل يا اسماعيل. تحمل شويه بطل. ماشي ماشي عمو. رح اتحمل. تحمل. اسماعيل اسماعيل ابني ابني ابني. شو عملتوا بابني؟ شو عملتوا فيه؟ اصحى يا اسماعيل ابني حبيبي حبيبي اسماعيل. والله حرام عليكم تقتلوه. لا تموت يا ابني. بترجاك لا تموت اسماعيل. لا تموت يا حبيب قلبي. بترجاك لا تموت اسماعيل. قوم اخ يا حبيب قلبي. لا تموت يا غالي ابني. شو عملت حتى يقتلوك؟ شو عملت؟ افتح عيونك اسماعيل. بترجاك افتح عيونك. بترجاك افتح عيونك ابني ابني ابني. بترجاك لا تموت. انت اللي خليتهم يقتلوك. انت السبب يا وسيم. ابني
إسرائيل. إسماعيل ابني، يا حبيب قلبي إسماعيل، ابني إسماعيل، يا رب صبرني. إسماعيل فيق، بترجاك فيق. يا رب صبرني. افتح عيونك، يا رب صبرني. شو صار هلا قدام عيونكم؟ قتلوا أخي وأنتوا واقفين عم تتفرجوا. استنى ممدوح، اهدى شوي. كرتي معلش يموت، ما هيك؟ كل شي صار قدام عيونكم وأنتوا ضليتوا واقفين وما عملتوا شي. شو عم تحكي أنت؟ كردي ولا مو كردي نفس الشي، حتى أخوك لساته صغير. نحن أصلا ما كنا عارفين إنه رح يصير هيك. تعال عندي، ما بيصير هيك. تعال. ليش ما عملتوا شي؟ هدول اللي إجوا كانوا مسلحين وهاجمونا. قولي بالك خالي. ولك لسه لك عين تحكي. شو عم تعملي؟ ولك لك عين تلوم الشرطة كمان يا حقير. شو عم تعملي امي؟ لك خالي اهدي شوي. ضليت ورا الولد لحتى خليته ينقتل، ولك الله يلعنك انت السبب، كله بسببك انت. اختي بكفي. عيل مات بسببك، ابني مات بسببك انت. دعي معي شوي، دعي. خلص دعي. قلبي عم يحترق من جوا. وقف لا تهرب. شو زب هالولد يصير فيه هيك؟ اصبري، خلي قلبك كبير. وقف قلت لك لا تهرب. عمل لك تعال هون. بعده هيك؟ أنا شرطي. شو نعملك يعني؟ اسمعوا، ما بدي اياكم تستغلوا وجودي هون مشان تعملوا مشاكل، يعني بعده من وشي أحسن لكم. شو يعني أحسن لنا؟ شو رح تعمل؟ اسمعي، خلص أنا بوعدك إنه نلاقي الشخص اللي قتل ابنك. سيدي، يوسف صور الزلمة اللي أوصوا للولد. ليكو هون باللحظة اللي أوصوا فيها. مين راح يموت ومين راح يدفن التاني بالأرض؟ خلينا نقرر هذا الشي بس شوفك. سيدي غيث، السيارة. ماشي، من هلأ ورايح منستعمل سيارتنا. حاضر. ما راح تجي معي، أنت أماني عند ثابت. ها؟ خير ليش سيدي؟ شو مانك ناوي ترجع؟ خدي هي كمان. هي لعبتي. أنا بدي. لا ما في، تركيها. شو عم تعملوا يا أولاد؟ خلي اللعبة معها شوي، عيب هيك تتخانقوا. عيب هيك يا أولاد، لا تتخانقوا. ألو سيد بكهاس، في مشاكل شي؟ لا ما في شي، بس عم بستنى منك الأوامر، لما بتخبرنا رح نبدأ بالتنفيذ. وهلأ في عندك خيارين، يا أما بتشيل القنبلة يا بتموت معي، الخيار إلك. هلأ برأيك أنا الشخص بخاف من الموت؟ بنتي تركيها شوي شوي، على مهلك. هي لعبتي. حبيبتي تركيها، هي مو لعبة، تعي بعطيكي غيرها. هي لعبتي. تركيها. ما بدي. هي مو لعبة، تركيها. يلا اسحبي إيدك، يلا 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 أعطيني إياها. برافو عليكي يا حلوة. اسمعوني يا أولاد، رح نطلع كلياتنا على الجنينة. يلا يا أولاد اطلعوا بسرعة. شو القصة ليش طالعين؟ ما دريتي طلعوا حاطين قنبلة بقلب الألعاب. شو؟ قنبلة؟ بسرعة يا أولاد. يلا يلا بسرعة. يلا لشوف، تعي. يلا لبرا. يلا اطلع قوام، يلا بسرعة. حبيبي تعا. يلا لشوف.